السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة حبيت أتكلم عن موضوع. من يومين محمد رمضان عمل برومو عن أغنية الجديدة بتاعته بتاعت بابا، تمام؟ أغنية البابا اللي هو عاملها دي من يومين شفت البرومو بتاعه. بس أنا كنت عايز أسأل سؤال، يعني هو ليه محمد رمضان في كل حاجة بيطلع فيها لازم يبين لنا جسمه، لازم يتعرق قدامنا؟ سؤال وبسأله ويا ريت حد يجاوب عليا. ليه محمد رمضان لما بيطلع معانا ولا بنشوفه في أي مشهد في التلفزيون، في أفلام، في مسلسلات، في أغاني مؤخرا عاد بيعملها، عاد متجه للأغاني، ليه عاد بيطلع مبين لنا جسمه وفاتح صدره قدامنا؟ ده سؤال عايز أسأله. وبعدين أنا عايز أسأل سؤال تاني، ليه واحد زي محمد رمضان ده بيحقق نجومية ومن الصف الأول؟ ليه واحد زي ده في الصف الأول من نجومية؟ الأشكال اللي زي دي يا جماعة ما ينفعش تبقى موجودة على الساحة وفي الصف الأول كمان. انتوا ظالمين ناس كتير قوي، ناس كتير وناس موهوبة قوي المفروض تكون مكان محمد رمضان ده. محمد رمضان طريقة كلامه، طريقة تمثيله، تحس لو جاي من الشارع بيمثل. نفس الوسط الفني والتلفزيون يبقى فيه رقي ويبقى فيه فن عن كده. في ممثلين شباب جدا اتمنى ان هم اللي يكونوا مكان محمد رمضان ويبقوا على الساحة، يبقوا هما في الصف الأول. أمثال زي مين؟ زي محمد الشرنوبي، زي خالد أنور، و مين تاني؟ خالد أنور، محمد الشرنوبي، وميان حس السيد، وهدى المفتي، وفي اسماء كتيره جدا انا مش فاكر برضو، في اسماء كتيره جدا. هم دول الشخصيات او الناس اللي تستاهل ان هي تبقى موجوده على الساحه وتبقى في الصف الاول. انا نفسي اشوف الناس دي تبقى في الصف الاول، تبقى على الساحه الفنيه، يبقوا موجودين، يبقى هم دول الجيل اللي جاي، مش محمد رمضان. هو ده الجيل الجاي، مش محمد رمضان. الوعي في مصر بيقل، الثقافة بتقل، والانحدار الأخلاقي. أتمنى من الجمهور المصري ومن الشعب المصري ومن الناس اللي بتدي اهتمام للشخصيات، الشخصيات اللي هي العفنة، مش تديلهم قيمة أكبر من قيمتهم. ادوا للشخصيات الحقيقية زي محمد الشرنوبي وهدى المفتي وخالد أنور وميان حس السيد، والناس دي هم اللي يستاهلوا هم يكونوا موجودين. هم دولة الشباب. هي دي الرسالة اللي حبيت أوصلها. ويا ريت، وأنا على فكرة برضو متضايق من قناة روتانا اللي هي تطلع البروبو بتاع محمد رمضان وتقول لك قريبا. محمد رمضان مش بعتبره فنان والله. محمد رمضان غير موهوب، الناس بتقول عليه موهوب، هو غير موهوب، وأدواره متكررة، وطريقة كلامه طريقة واحد بلطجي، واحد جاي من الشارع على طول في كل أفلامه وفي كل مسلسلاته. حتى اتجه للأغاني، مش عارف، هو مفكر نفسه مطرب، عاد كل شوية يعمل ألبوم وينزل ألبوم على الإنترنت، وكمان بيدفع بيتمول عشان يجيب مشاهدات، تلاقيه في الترند، تلاقيه بيطلع كده. فأنا هي دي الرسالة اللي حبيت أوجهها لكم، ويا ريت تدوا الاهتمام للشخصيات اللي تستاهل إن هي تبقى موجودة. خلونا نشوف ناس حلوة بدل الشخصيات اللي احنا بنشوفها، شخصيات اللي لا تستحق الشهرة والتي لا تستحق النجاح ده. أتمنى
تكون رسالتي وصلت ومحدش يزعل مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.